السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيرتك شوكة. معي أنا فاطمة الجاوي. إذا كانت الحلقة هذه أول مرة تشوفوني فيها، فكل اللي عليكم تسووه إنكم تضغطوا الزر الأحمر لزر الاشتراك. على الوضع الجديد في الغربة يمر بعدة مراحل، من ضمن هالمراحل الهوم سيكنس أو ما يعرف بالحنين إلى الوطن. لكن في عينة من المبتعثين يطول معهم الهوم سيكنس حبتين زيادة، لا ثلاث حبات، لا حبتين، تو ماتش. تعالوا نشوف سوا. النوع الأول أغنية الأماكن. هذه الشخصيات لما تقابلها كأنها مشغلة أغنية الأماكن ومعاها خلفية الأماكن كلها مشتاقة لك. تستسلم عندها، ما هو قادر تقبل فكرة الغربة، مع انه صار لها فترة في البلد بس ما هي قادرة تطول معاها، لدرجة حتى ساعت يدها لسه على التوقيت السعودي. شوفي وراكي، ايش فيه؟ بنت صغيرة تشبه بنت اخويا توتي، منين ممكن عمرها 5-6 سنين زينا؟ ايش دراني يا اخي؟ اوكي، am I guys getting you something for now? Yeah, I'm ready. بسم الله الرحمن الرحيم. بنت ايش في؟ Oh my gosh, are you guys okay? ضفر على نفس ضفر ماما. لا والله يا ام ركن. النوع الثاني حامض حلو. هذا النوع تعشق امريكا لما تجي للطلعات والوناسة والسفرات والتماشي والسواقة. امريكا جنة. تكره امريكا كره العمى لما تجي للخدمة والمسؤولية والفواتير، تذكر الشغالة والسواق بالخير اكثر من اهلها. ايه الله يرحم ايام السواق. لا 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 فواتير كهرباء. لا 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 اسأل سؤالي يا ليالي قولي. وتراها كلبة تشتاق للسواق والخدامة أكثر من أمها وأبوها. النوع الثالث الفريرة. عاد هذه ما تصدق تشم ريحة الإجازة، أول ما تسمع إجازة على طول حجز التذكرة ورجعت لأهلها، كذا قاعدة الأهلها زي العاملة الرضي، خايفة يفوتها شيء ولا ماش. إيش عندك خطط للسبرينج بريك؟ نازلة السعودية. السبرينج بريك هذا بأربع أيام؟ أيوه حاجزة ونازل السعودية. مو كأنه قليل يعني؟ راح أغيب الأسبوع هذا والأسبوع اللي بعده، يعني كده 10 أيام. يا أختي أهلي وحشوني مرة. أنتوا حزنانين عليها؟ شوفوا لما ترجع السعودية إيش تسوي. يا مروة قومي يلا نروح عند بيت خالتك. تعبانة أنا، دوبني جاية من السفر. يا بنت تعالي نتمشى سوا. رجولي لين دحين توجعني من السفرة. يا بنت تعالي سوي حلى العصرية. يا ماما شوفي اخواتي فاضيين. يا بنت قومي سلمي على الحريم جايين عشانك. لا لا صراحة انا ما ابغى اشوف احد. يا بنت تعالي اجلسي مع عيال اخواني. لا لا ما ابغى قروش، ابغى اروق. مع السلامة، عاد وحشوني. اختي والله لو انا من امك لا اكسر جرة وراكي وانتي مسافرة. قولي بس لا فايدة ولا عايدة. النوع الرابع عربيون. انا هذا عاد يدرس برا، يشتغل برا، يسكن برا، يعشش برا، يتكلم انجليزي ويروح ويجي، لكن عند الاكل تنقح الاصالة العربية. الا الاكل اصحى تلعب له معاه، اي مقدار في القدر لازم يكون مصدره عربي. يا اخي البقالة العربية اللي دايما اروح لها سكرين اليوم، تعرف بقالة عربية ثانية؟ وايش تبغى تقضي؟ جبنة خبز. في عندك السوبر ماركت اللي على الشارع العام. اقول لك بقالة عربية. يا اخي كل البقالات الحين عندهم سكشنات عربية وكذا. يا اخي البقالات العربية ارتاح فيها نفسيا، ما تعرف لا تفلسف علي. يا اخي كل النوع الخامس المتوهم. هذا طول
الوقت جاية ومشتهي أكل البيت كذا. أشوف السعودية بوفية من الأول إلينا الآخر، أي ذكرى مرتبطة بالسعودية هي ذكرى عن الأكل، ذكرى عن الطبخ، ذكرى عن المطبخ فقط لا غير. الهوم سيكنس جاي على الأكل بس. الله يرحم ويانك يا ميمتي. أيام الجريش والقرصان والمرقوق، الله يعز النعمة، الله يعز النعمة. مالي لخبني هلا مخلد. يا أخي تعال يا أخي ناخذ شيء خفيف كذا، سناك يعني، دبل تشيز برجر. إلى هنا وصلت معكم لهذه الحلقة. أحب أوجه رسالة بسيطة للمبتعثين وأقولهم إنه أيام الابتعاث هي أيام معدودات تمر مرور السحاب، استغلوا كل لحظة فيها لأنها بجد ما تتعوض. لاحقين إن شاء الله على جماعات الأهل وعلى أكل البيت وكل حاجة حلوة إن شاء الله، وإنتوا رافعين الراس وراجعين بالشهادة. إذا تعرفوا أي أحد من هذه النوعيات أرسلهم هذا المقطع، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. أشوفكم في الحلقة الجاية، سلام.